ما هو الشيء المشترك بين كل الزجاجات؟ العنق الطويل. هل فكرت في السبب من قبل؟ هناك عدة أسباب لذلك، ولا يتعلق أي منها بالحيوانات طويلة العنق كالزرافة والنعامة. أولاً، هل صببت من قبل سائلاً من برطمان واسع إلى كوب؟ قد تكون عملية صعبة، لأن الماء يميل إلى الالتصاق بالأسطح الواسعة، ثم ينسكب على الأطراف، والسبب فيزيائي محض. يميل الهواء والسائل إلى التدفق ملاصقين لسطح ما، وتسمى هذه الظاهرة تأثير كواندا، التي تصعب صب السوائل، فجزيئات السوائل تنجذب إلى سطح البرطمان. السبب الآخر هو التوتر السطحي، الذي يعني أن جزيئات السوائل تميل إلى الالتصاق ببعضها البعض بدلاً من الانتشار في الهواء، وبالتالي تبقى جزيئات الماء مجتمعة وتتدفق سوياً ملاصقة للسطح بدلاً من الكوب الذي تريد صب الماء فيه. تساعد العنق الطويلة على صب المشروب من الزجاجة لأن هناك مساحة سطح تدفق السائل أقل. وهناك سبب ثاني عملي، يتطلب صنع العنق الضيق مقداراً أقل من المواد الخام وغطاءً أصغر للزجاجة. هكذا يمكن خفض تكلفة صنعها. وإليك سبباً ثالثاً، تمنعك العنق الطويلة من تدفئة المشروب. إذا لم يكن للزجاجة عنق طويل، فمن المرجح أنك ستمسك بها من منتصفها حيث يوجد السائل بكلتا يديك، مما سيتسبب في تدفئة السائل بسرعة، على عكس إمساك الزجاجة من العنق الذي يقلل مقدار التبادل الحراري بينها وبين يديك، فيحافظ مشروبك على حرارته لمدة أطول. إذا كنت تستخدم زجاجات قابلة لإعادة الاستخدام، فلابد أنك تعرف أن رائحتها تصبح كريهة أحياناً، حتى لو كنت تستخدمها من أجل الماء فحسب. لكن ليس الماء هو المسؤول عن الرائحة الكريهة، بل هي الكائنات الدقيقة الموجودة فيه. إذا شربت الماء من الزجاجة، تبقى تلك الكائنات الضئيلة من لعابك وعرقك فيها، وتتراكم تلك البكتيريا بداخل الزجاجة. لذا إذا كنت تفضل الزجاجات القابلة لإعادة الاستخدام، فعليك التأكد من غسلها كل يوم لمنع تراكم تلك البكتيريا، وبعد غسلها اتركها تجف تماما قبل استخدامها مجددا. يعيد بعض الناس استخدام الزجاجات البلاستيكية، لكن هذا ليس آمنا دائما، لأن أغلبها مصنوع لأجل الاستخدام الواحد. المشكلة الكبرى هنا هو حدوث رشح كيميائي، أي يمكن للكيماويات المستخدمة في صنع الزجاجة الاختلاط بالسائل. إذا كنت تعيد استخدام الزجاجات البلاستيكية، قد ينتج عن الاستخدام المتكرر خدوش دقيقة بالداخل تشكل مرتعا للمزيد من البكتيريا. لذا إذا كنت لا تحب رمي زجاجاتك وتفضل استعمالها طويلا، استثمر في زجاجات مخصصة للاستخدام المتكرر، لكن لا تنسى غسلها كل يوم. ظهرت بناطيل الجينز لأول مرة عام 1873 على يد كل من جيكوب ديفيس وليفي شتراوس. كان ديفيس خياطا يصنع الأغطية والخيم، أما شتراوس فكان تاجر أقمشة وسلع أخرى. صنع ديفيس أول بنطلون جينز من قماش الدينم الذي اشتراه من شركة ليفي شتراوس، وحصل سويا على براءة اختراع لهذا التصميم. كان اللون الأزرق هو اللون القياسي لقماش الدينم الذي كان يصبغ دائما بهذه الصبغة، وما زال هو اللون التقليدي الذي غالبا ما يتبعه صناع الجينز حتى يومنا هذا. ويحتوي بنطال الجينز أيضا على مسامير معدنية تتميز بها منذ التصميم الأصلي، حيث أضاف الرجل الذي صنع أول بنطلون جينز في العالم جيكوب ديفيس مسامير نحاسية إلى أكثر الأماكن التي تتعرض للتمزق في البنطلون، مثل السحاب وزوايا الجيوب ليجعلها أقوى. أما اليوم فوظيفتها تقتصر على الزينة، حيث تمنح الجينز مظهره المميز. وشيء المميز الآخر في الجينز هو ذاك الجيب الصغير الذي لا يبدو أن له أي وظيفة. حسناً، قد يكون عديم الفائدة اليوم، لكن منذ عقود عندما كان رعاة البقر يرتدون بنطلونات الجينز، كانت هذه الجيوب مخصصة لحفظ ساعة الجيب. عندها كان للبنطلون الجينز 4 جيوب فقط. هذا الجيب الصغير المخصص لساعة الجيب، وجيبان كبيران في الأمام وجيب واحد في الخلف. نجد في الكثير من السحابات حروف YKK بارزة،
إنه اختصار لعلامة تجارية هي شركة يوشيدا المساهمة للصناعات، وتعد هذه الشركة اليابانية أكبر مصنع للسحابات في العالم، فتضع اسمها على كل السحابات التي تصنعها، أي حوالي نصف عدد السحابات في العالم، ولهذا نجد سحاباتها في كل مكان. ليست بنطلونات الجينز وحدها التي تعرف باللون الأزرق، لكن زي الشرطة أيضاً. ظهرت الشرطة الرسمية لأول مرة في لندن خلال القرن 19، وعين لهم زي أزرق اللون لتمييزه عن زي الجيش الأحمر والأبيض. وبعدها بعقدين من الزمن ظهرت الشرطة في الولايات المتحدة فاتبعوا نفس التقليد، وظل الزي باللون الأزرق إلى يومنا هذا لأنه أثبت جدارته، فهو ليس مرئيا أثناء الليل، فتستطيع الشرطة مراقبة الناس دون أن يلاحظهم أحد، كما أن بقع الأوساخ لا تظهر في الألوان الداكنة. ضف أن الجميع يعرفون أن الشرطة ترتدي الزي الأزرق، فلماذا نغير ذلك؟ تتميز كرات الجولف الصغيرة البيضاء بالنقرات التي تغطيها، واتضح أن شكلها هذا ليس عن طريق الصدفة. في البداية كان الناس يلعبون بكرات ملساء، ومع مرور الزمن تتعرض الكرات للاعوجاج والتلف، ومع ذلك تبدأ في الطيران لمسافات أبعد، والسبب هو ديناميك الهواء. تسمح تلك النقرات للهواء بالتدفق بسلاسة أكبر حول الكرة، مما يزيد من مدى طيرانها. لذلك نفذ المتخصصون هذه الفكرة، وأصبحت كرات الجولف مغطاة بالنقرات، وصارت تطير لمسافات أطول. عندما تطير الطيور إلى مكان بعيد عابرة المحيط، قد تقضي أياماً في الطيران. لطالما تساءلت كيف تنام في الطريق، وتبين أن هناك عدة طرق. بعض الطيور تكون نصف نائمة بشكل دائم، فيعمل نصف مخها بينما ينام النصف الآخر، مثل ما أفعل بالضبط. ثم يحدث تبديل بين الشقين، فينام النصف الذي كان متيقظاً ويستيقظ النائم، وتأخذ بعض الطيور الأخرى غفوات قصيرة على مدى اليوم. وعندما أقول قصيرة أعني أن طول الغفوة في المتوسط لا يتجاوز 9 ثوان، وخلال هذا الوقت تكتفي بالانسياب في الهواء. وعند مراكمة تلك الغفوات نحصل بالضبط على مدة النوم التي يحتاجها الطائر في اليوم. حدوة الحصان هي حذاء مخصص للخيل يثبتها الناس في حوافر الأحصنة لحماية الحوافر من العوامل الصلبة والمضرة، مثل الأرض المرصوفة الصلبة المصنوعة من مواد غير طبيعية تضطر الخيول للتكيف معها. وتصنع حدوة الحصان بشكلها المميز لأنها تثبت إلى الحافر بمسامير. الجزء الداخلي من حافر الحصان حساس، وسيشعر بالألم لو حاول الناس تثبيت الحدوة عليه، لكن جوانب الحافر لا تسبب أي ألم. لهذا السبب تصنع حدوة الحصان دائرية مجوفة من المنتصف، تماما مثل تثبيت ظفر صناعي أنيق. أحيانا تدفعك القراءة إلى الشعور بالنعاس، والأشخاص الذين يعانون من مشاكل في النوم غالبا ما يستغلون هذا الأمر، فيعمدون إلى القراءة ليلا من أجل الخلود للنوم. لكن لماذا يحدث هذا حتى عندما لا ترغب في النوم؟ في العادة تقرأ في مكان هادئ ومريح، على الفراش أو على مقعد وثير محاطا بأغطية دافئة، وهذه ليست مجرد بيئة صالحة للقراءة، بل هي للنوم أجلب. يتوقف عقلك عن التفكير في المتاعب اليومية، ويركز على شيء واحد، وهو تلك البيئة المناسبة للاستغراق في النوم. تنصح أغلب شركات الشامبوهات بغسل الشعر مرتين، لكن هل هذه نصيحة صحيحة؟ أم أنها مجرد طريقة تسويقية تدفعك لاستهلاك المنتج بشكل أسرع وشراء المزيد منه؟ يعتمد الأمر على عدد مرات غسلك لشعرك. في العادة تزيل الغسلة الأولى الأوساخ والخلايا الميتة، أما الثانية فترطب شعرك وفروة الرأس. الإجابة إذن نعم، من الأفضل غسل الشعر مرتين إذا كنت تغسل شعرك مرة كل عدة أيام. لكن إذا كنت تغسل شعرك كل يوم أو يومين، فلن يكون شعرك متسخا، وستكفيك غسلة واحدة. الجزر الصغير يختلف عن الكبير في كونه يباع مبتلا. فالجزر الصغير ليس نوعا مختلفا عن الكبير، بل هو في الحقيقة مصنوع من جزر عادي أزيلت قشرته الخارجية وقطع بهذا الشكل الجذاب. المشكلة أنه لا يستطيع الاحتفاظ بالرطوبة، ويحتفظ الجزر العادي ببعض الماء بداخله بفضل القشرة، وبمجرد إزالتها يصبح الجزر الصغير عرضة للجفاف بسهولة. لذا عادة ما يباع في أكياس فيها قليل من الماء،
تمتلئ متاجر الألعاب بالدمى المحشوة المعروفة باسم بيني بيبي، وتتميز بأعينها الكبيرة والعلامة التجارية تاي، وهي شركة صغيرة لم يسمع بها الكثيرون حول العالم. ظهرت دمى بيني بيبي لأول مرة عام 1993 وحصدت شعبية كبيرة على الفور. وتاي هو اسم الشركة، لكنه ليس اختصاراً، بل هو الاسم الحقيقي لمؤسس الشركة H. تاي وارنر.